على بركة الله نبدأ حلقة اليوم كما جرت العادة في الحلقات الحصرية والغير مسبوقة على الإنترنت. اليوم أتكلم فيها عن إحدى أهم خصائص الإبل، والذي يعتبر الإبل في حد ذاته هو معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تظن أن الإبل هو فقط يعني مخلوق عادي من المخلوقات العادية اللي يمكن مقارنتها بأي كائن آخر من الكائنات، سواء كان اللي موجودة في العهد الحالي أو حتى في عهد اللي هو الديناصورات أو اللي هو العصر الطباشيري أو حتى ما قبله، يعني اللي هو العهد البيولوجي، يعني العهد اللي يعني القديم جدا، العهد اللي ما كانش فيه حتى مخلوقات، فأنت مخطئ. الإبل بيختلف جملة وتفصيلا عن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى بدليل من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى في آية صريحة وواضحة من القرآن الكريم يقرن هنا ما بين الإبل وما بين خلق السماء. شوف السماء الآن هذا اللي ما نعرفوه الآن فلكيا وفيزيائيا بالكون المنظور لدينا، واللي هو يعني ما اللي من نعرفه الآن حاليا هو 93 مليار سنة ضوئية، واللي هي السنة الضوئية تعتبر 308 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، يعني بمر الضوء هذا بسرعة الضوء بمر اللي هو 8 مرات على الكرة الأرضية في الثانية الواحدة. هذا اللي بنعرفه فقط، وما هوش فقط مساحة اللي هو الكون بالكامل. الكون بالكامل أو السماء هذه ما بنعرفوش مساحتها إلى غاية الآن، يعني هو يعتبر شيء، هذا فقط المرصود، الكون المرصود اللي بنعرفه. خارج هذا النطاق ما زال السماء ممتدة إلى ما لا نهاية وإلى الله أعلم يعني. فالله قرن اللي هو لو بتحطهم الاثنين في ميزان واحد بيتعادلوا. هذا الكون الفسيح بالكواكب وبالمجرات وبال يعني النجوم وبالأفلاك وب الثقوب السوداء وبغيرها مع اللي هو الإبل، وأيضا إلى الأرض. شوفت الأرض اللي الله طبعا دائما وأبدا بيذكرها، يعني الأرض أيضا اللي هي سواء كان ببراكينها بجبالها بأنهارها بوديانها اللي هو البشر اللي موجود عليها، ببعض الناس اللي هي أيضا حتى الناس اللي بتذكر أنه ممكن بيكون اللي هو فيه أرض تانية مجوفة أين بيختبئ يأجوج ومأجوج اللي ما تكونوا في القرآن لغاية الآن، لم نعرف أين هم هذا العدد الهائل. فإذا أيضا حتى إلى عظمة الأرض بيقرنها بالإبل، لما تحطهم ثلاثة مع بعض بيطلعوا متعادلين. إذا من هنا يجب أن الواحد يتوقف عند هذا الكائن، لأنه ما هوش كائن عادي. إذا ما هوش يعني كائن عادي مثل يعني أي كائن آخر. سبق من قبل أنا عملت حلقة على اللي هو أبوال الإبل، وطبعا الحليب الخاص بها وأبوالها في علاج عديد جدا من الأمراض. طبعا هذا كما بيعرف اللي هو شعبيا وكما موجود لدينا في السنة النبوية، طبعا في علاج سواء كان بول الإبل أو في علاج اللي هو تليف الكبدي أو فيروس بي أو فيروس سي بعدة طرق. اليوم سوف آتي إلى شيء آخر، لأن لو بنسرد ونحن حلقة كاملة على الإبل ممكن تظل هي ساعتين أو ثلاثة ونحن نسرد، فأنا باخذها شوي شوي وبعد ذلك سوف أضع لكم حلقة كاملة. المهم اليوم أتكلم عن وبر الإبل. طبعا إذا كنت أول مرة تسمع عن وبر الإبل، وبر الإبل اللي هو الغطاء اللي بيغطي الإبل بالكامل أو اللي هو الشعر بيغطي الإبل بالكامل. ولكن اللي ما بتعرفش الناس إن وبر الإبل هذا ماهوش كله بالكامل نافع أو بيأتي بالمنفعة المجدية أو اللي بنبحث عليها نحن كمنفعة علاجية. اللي بنبحث عليه كمنفعة علاجية اللي هو وبر الإبل، ولكن من منطقة السنام، هذيك المنطقة اللي بيخزن فيها الجمل المياه. وينصح هنا انك انت بتاخذ دائما وابدا وبر الابل من منطقه السنام، ولكن من الابل اللي بيكون فيه سنامين ماهوش سنام واحد. اوكي، هذه اول نقطه. ويجب اخذه من الابل البري، يعني اللي بيرعى في الصحراء، ماهوش اللي بيرعى في مثلا في مزارع كبيره او بيرعى في بعض السهول او الوديان، لا في الصحراء، وبيكون مطلق على البريه، لانه بيوجد فيه بيوجد فيه أخوان الكثير جدا من النباتات المشوكية هذه اللي لها فوائد سواء كان روحية أو غير روحية. الآن أتكلم باختصار على اللي هو وبر الإبل. وبر الإبر أول شيء بيعالج مرض الصرع. إذا كنت بتسألني عن كيف يعالج مرض الصرع، أول شيء مرض الصرع طبعا إذا كان للأطفال الصغار بالكامل فبيأخذ اللي هو مثل العقال
هذا اللي هو هكذا اللي بيعمل في الدشداش الخليجي والعقال هذا، ولكن بيكون مصنوع من وبر الإبل، إما بيوضع على الرأس بالكامل أو بيوضع كطوق للعنق مع أي شيء يكون نحاسي جهة اليسار، سواء كان خاتم أو حديدة أو خاتم وحديدة. هذه تقوم بإفراغ اللي هي الشحنات الكهربائية. الشحنات الكهربائية هي دائما وأبدا ناتجة عن الصرع، بيأتي من هذه الحالة. أوكي، اتفقنا على ذلك. لكن ينصح أيضا مع اللي هو الشيء هذا اللي نبي يمتصها، بتأخذ عصير اليقطين يوميا، بيضرب في الخلاط وبيشرب خلال اللي هو فترة 3 أشهر 4 أشهر، أو تبقى حتى 6 أشهر عند الأطفال، أو حتى سنة كاملة يبقى هذاك المعلق هكذا الخاص بي، الطوق اللي هو خاص بشعر الإبل. من الأشياء الثانية أيضا ينفع اللي هي الحجامة في الأوقات اللي أوصى لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ينصح أيضا بحجامة اليافوخ اللي هي المنطقة اللي من هنا، لكن عند شخص يكون متخصص. طبعا أكيد دور أنت في المنطقة الموجودة لديك حتجد من يقوم بذلك، أغلبية اللي هي المشايخ في المساجد وغيرها طبعا بتعمل هذا المفرايب، حتى أنت قليل في المحيط الذي لديك راح تجد. إذا ما وجدتش اللي هو كاهل وأخد عين، عند النساء اللي هو الأسفل اللي هو الظهر. تمام، اتفقنا على ذلك. اول شيء بيعالج اللي هو مساله اللي هو الكهرباء الزائده مع عصير اليقطين والقسط الهندي. عند النساء بيمنع طبعا في اثناء فتره الدوره اللي هو القسط، او في فتره الحمل والقسط الهندي، لانه ممكن يسبب اللي هو الاجهاض. من الاشياء الاخرى اللي فعال للغايه في علاجها اللي هو التخلص من اللي هو ما يعرف في بعض الناس لديها برد الرحم. برد الرحم علميا بيعرف، كل ما بيعرف علميا بيعرف ان برد الرحم هو عباره عن وجود غاز في الرحم او عدم انضباط الغازات في الرحم. انا سبق من قبل وعملت لي حلقه كامله واتت بنتيجه فعاله للغايه، سوف اضع عليك اسفل هذا الفيديو. هناك ناس طبعا لم تقم يعني ما تحصلتش على الحمل بالرغم من مراجعتها الكثير جدا من الطرق طبعا العاديه اللي هي التقليديه، سواء بالطب العادي او حتى الطب الثاني لغايه حتى 10 سنوات، ولكن مع تطبيق هذه الوصفه راح تجد انت تعليقاتهم الكومنت اسفل ذلك الفيديو. اليوم سوف اعطيك نفس العلاج لنفس ذلك المرض، ولكن من خلال وبر الابل، وبياتي ايضا بنفس النتيجه. كل ما عليك تأتي بوبر الإبل. طبعا وبر الإبل تسألني متى بيؤخذ أو هل بيؤخذ في أي وقت؟ لا، بيؤخذ في فصل الربيع في 6 أسابيع فقط، لينصح به اللي هو الجز الخاص بالوبر، ويجب أنك أنت يكون من السنام واللي فيها سنامين، ويجب أنه يؤخذ من مصدر ثقل، لأن هناك من بيأتي لك بيكون بالأكتاف أو غيره أنت ما بتعرفهاش، بيخبرك أنه نعم هذا مصنوع من وبر الإبل اللي بيكون كذا كذا، فابحث عن أي شخص في الصحراء أو شخص ثقة يقوم ببيع لك. أوكي، وبر الإبل هذا بتأتي بكمية من وبر الإبل، تكون طبعا اللي هو مثلا نفترض على سبيل المثال اللي هو يعني حتى 250 جرام من وبر الإبل، راح تعملها أنت 7 أيام هذا بعد اللي هي اليوم الخامس من الدورة. تتوقف الدورة يعني بتتوقف خلاص هذاك الدم والأذى، تأتي به اللي هو وبر الإبل، تأتي بكمية من وبر الإبل مثلا على سبيل المثال في كل مرة ملعقتين من وبر الإبل، ملعقة من الشيح، ملعقة من الميرامية. ممكن انت بتعمل الشيء هذا على الكمية كاملة وبعد ذلك بتوزعها انت هكذا. بعد ذلك تقوم بتبخيرها، طبعا تبخير الكمية هذه ملعقتين من وبر الإبل، ملعقة من الشيح، ملعقة من الميرامية. تقوم بتبخيرهم في اللي هو 5 أيام بعد انتهاء اللي هي الدورة، تقوم باللي هو لبس، تغلق الحجرة، تغلق أسفل الحجرة هذاك اللي تحت الباب لكي لا يدخل اللي هو برد، لأن المشكلة أصلا برد رحم. تأتي بأي شيء وتقوم باللي هو تقوم باللي هو التبخير طبعا المنطقه هذه لكي تقوم باللي هو طبعا ازاله اللي هو الضغط هذاك اللي بيكون موجود، او اختلال اللي هو الغازات اللي بتكون موجوده في الرحم. طيب هل تسالني هل يمكن في بعض الحالات، لان نحن نعرف ان السحر موجود والجن موجود كما مذكور طبعا في القران الكريم، مذكور لامر ادم مستطيعش نكرانا، طبعا علميا طبيا ما بيعرفوا شيء. إذا بتسألني ماذا ممكن، هل يفيدني أمر هذا في ماذا؟ فنعم ممكن أنه يفيدك، لأن الله سبحانه وتعالى أي شيء ذكر في القرآن الكريم ومدح الله سبحانه الله وتعالى فأكيد أنه بيكون منفر للجن. وبر الإبل شيء مكون رئيسي من مكونات الإبل، فإذا أكيد بيكون منفر للجن، شيء منطقي وشيء واقعي. إذا بتسألني طيب ماذا أقرأ عليه، أنا كاقتراح طبعا، اقتراح مني أنا، ما أجبرك ولا أقول لك أن هذا شيء ولا أنا اقتراح، بتسألني وأنت يمكن أنك أنت تعمل، أنت اقرأ ما تيسر. إذا بتسألني ماذا ممكن أنصحني أو شيء، أنا طبعا مع أني لست أرى في نفسي أني مثلا أهل أني ننصحك أو شيء، فممكن أنت تسأل اللي هو أهل اللي هو المساجد أو غيره بينصحوك أكثر، ولك كرأي الشخصي أنا أنصحك أنك أنت تقرأ عليه اللي هو سورة فاتحة والمعوذتين واللي هو الإخلاص، وبتقرأ عليهم آية الكرسي وأواخر سورة البقرة، وبتقرأ عليهم الجاتي سورة الغاشية 7 مرات
أعتقد الأمور واضحة هكذا. لو رأيي الشخصي، أنت تحب تجتهد من عندك عادي، المهم مع طبعا الحفاظ على الصلوات وأذكار الصباح والمساء والوضوء وخلاص، يعني هذا هو. والاستغفار طبعا بكثرة بعد كل صلاة، طبعا هذا شيء مؤكد فيه، اللي هو مسألة الإنجاب. تمام، تبخر به اللي هو 7 أيام. وقت التبخير ينصح طبعا دائما وأبدا يكون هو في وقت الضحى، لأن من الأوقات اللي هي مذكورة في القرآن، طبعا هي وقت مبارك يعني وقت الضحى، كاجتهاد أيضا من عندي. تمام، 5 أيام وبعد ذلك بتوقف. وخلال 5 أيام هذا بتعمل مثلا الضحى، قبل النوم تأتي بقطعة بصل كما سبق وشرحت في نفس هذاك الحلق، تأتي بقطعة بصل تقسمها على 2، طبعا تأتي بهذه القطعة، انتبه جيدا. بعد ذلك تقوم طبعا قطعة البصل تأتي بتجدفها هكذا مثل الرفوف، تمام مثل الرفوف، تأتي هكذا بيخرج لك مثل الرف هذا، تقوم بوضع فيه كمية متساوية من وبر الإبل، من الشيح، من الميرمية، تقوم بتعبئتها هكذا أكرمكم الله وتضعها هكذا في الملابس الداخلية، وتقوم بوضعها مباشرة على المهبل هذه أيضا وبتنام به. هذه ماذا بتعمل لك؟ هذا الغاز اللي موجود هنا في البصل، هذا الغاز يقوم أيضا اللي هو بمص، يعني بمص هذيك المكونات اللي هي الضارة اللي بتكون في الرحم، تمام. وليس هكذا فقط، هذا يقوم بجذبها بالكامل ويمنع إعادة امتصاصها عن طريق سواء كان الجلد أيضا أو عن طريق الإبل. إذا بعض الناس أيضا حتى بتستخدم منها بعض الكريمات، هذه الرياضيين أو بعض الناس اللي بتستخدم أثناء التدليك وغير، أنه بيشبد هذيك السموم وبيمنع إعادة امتصاص، أن الجسم مثل ما بيفرز راه بيعاود بيدخل من جديد السم، فأنت ما عملت شيء، إنما الوبر بيمنع إعادة امتصاصها كما هو الغاز اللي بيكون موجود في البصل. مع اللي هو بتنصحني ايضا ماذا في حاله الحمل، ماذا بناخذ اخر، بتاخذ اللي هو 7 تمرات مع اللي هو عدد 7 حبات، هم صغار للغايه ياتوا، صغار جدا، من اللي هو حب الرشاد، تقوم بوضع 7 تمرات في 7 حبات، لا 7 حبات ليس اكثر، في 7 تمرات حب، 7 حبات حبات رشاد في 7 تمرات، تقوم باخذهم يوميا على اللي هو الريق. ينصح فترة الدورة بتأخذ اللي هي القطف والكف مريم والقسط الهندي يوميا لتنظيف الرحم وتهيئة الأمر هذا. خلاص انتهينا الآن من مسألة اللي هو الصرع، وانتهينا مسألة اللي هو انتهينا أيضا من مسألة اللي هو تأخر الحمل. طيب هل بيفيدنا الأمر هذا في أمور أخرى؟ نعم، في حالة طبعا بعض الناس، طبعا بعض الناس تقوم حتى شوف بيفيد ايضا حتى في مساله اللي هو الالام، المفاصل بيعملوا مثل اللبخه، ايضا نفس اللبخه هذه اللي انا عملتها، ولكن بيسخنوا اللي هي البصل شويه، بعد ذلك بعد ما بيسخنوه بيشيلوا منه الرف هذا وبيضعوا فيه نفس هذا الامر، ويضعوه على الركب، بيضعوه على المفاصل. ايضا بعض الناس اللي هي تقوم بتغليتها وبيخلطوه مع اللبان الذكر في حالات طبعا، حالات طبعا ميؤوس منها في مساله اللي هي التليف وغيرها، طبعا من الطرق الشعبية، طبعا لا أنصحك أنك تستخدمها أو لا تستخدمها، ولكن أنصح ما هو موجود، يعني أسرد عليك الأمر الموجود. بيعملوه أيضا كشرب، يعني شيء ثاني. في أيضا مسألة اللي هو الإبل، هذا راه مش معروف لدينا فقط كمسلمين، إنما هو موجود منذ القدم في عدة ثقافات. إذا بتشوف ثقافة أيضا يهودية، بتجد أيضا الأم اليهودية كانت عندما بيأتي الابن المولود الخاص بها، تأتي بتضع ليه اللي هو شيء من وبر الإبل الخاص بالسنام، تضعه له في اليد اليسرى لكي، لماذا؟ لكي مثلا يسمع كلام هي فقط ولا يسمع كلام طبعا زوجته أو شيء من هذا القبيل. في بعد ذلك في بعض طبعا بعد دخول الإسلام وكذا، في بعض الدول طبعا في شمال افريقيا بيعملوا مثل، في الشرق الاوسط بيعملوا مثل اللي هو ما يعرف بالزار، اسمع كلام ابوك، اسمع كلام امك، هذه من وين اتيه؟ انهم بياتوا بيحتفلوا بهذيك الرباط اللي بيكون موجود هنا الخاص بالابل، لكن بيضعوه في اليمين عكس اليهود. طبعا هي هذه عاده فرعونيه قديمه للغايه، فهمت؟ فبياتوا بيضعوه هكذا، واسمع كلام ابوك، اسمع كلام، ما تسمعش كلام مراتك، ما تسمع، هذيك القصه، فهمت؟ فاعتقادا منهم ان هذا الامر بيجلب مثل الطاعه او شيء من هذا القبيل، ولكن هو طبعا هي خزعبلات قديمه للغايه، طبعا فرعونيه. ولكن هو الملاحظ هنا، الملاحظ ان الابل فيه شيء، فيه شيء الله اعلم ما هو، لان كما اخبرتك هو الله ما دام قرن بالكون وبالكواكب فما بتستطيعش انك انت تسبر أغواره أو تعرف كل شيء، يعني مهما تقدم العلم راح يبقى فيه دائما وأبدا أشياء قابلة للاكتشاف، أشياء قابلة
ان تكون يعني في مرحله من الصدمه او شيء ما امامها، فدائما وابدا راح تفاجئك باشياء غريبه. فاليوم كلمتكم على اللي هو وبر الابل، ايضا الناس اللي لديها الصرع كما اخبرتك، ان الصرع ممكن يكون على فكره حتى روحي، ان الجن ممكن بيعمل صرع، ممكن او السحر ممكن بيعمل صرع، ايضا بيبخر به اللي هو الراس الخاص بالمصروع وبيوضع عليه ذلك الطوق هنا او العقال، ايضا في حالات بعض حالات اللي هي الطرش غير قابله وغير معروف علميا السبب الخاص بها، بعض الناس بترقد هذاك الوبر الخاص بالجمال في زيت زيتون مرقي، بعد ذلك تقوم طبعا بتصفيته، بيكون في آنية فخارية موضوع في الظلام، بعد ذلك تقوم باللي هو وضع 7 قطرات من هنا 7 قطرات من هنا، طبعا على فترة 7 أيام، والأذان في طبعا أذن المريض، فبعض الحالات بتشفى، هذا كما طبعا على لسان الرواة يعني اللي شاهدوا هذا الأمر. فكان هذا هو الموضوع عن وبر الإبل في منطقة السينام، تمام؟ فيجب أنه يؤخذ من شخص ثقة. كان هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أخبرتك دائما وأبدا ما تعملش أي شيء قبل اللي هو استشارة طبيبك الخاص، لأن هذه القناة بتعمل فقط راح على البحث العلمي وليست كنصيحة طبية أو كرأي طبي يمكن الاعتماد عليه من ناحية التشخيص أو العلاج، لكي تكون أمور واضحة. يعني نحن نسرد فقط اللي هي تجارب الناس يعني مع هذا الأمر، وما يتم يعني سرده وما يتم يعني تناقله بين الناس، لا أكثر ولا أقل. طبيبك الخاص والصيدلي هم الأدرى والأجدر دائما وأبدا على تقييم وضعك الصحي يعني، وعلى وضع خطة آمنة يعني ليك كما يروها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.